قطعاً لرجل من ذوي قتلى القوات الأمنية وهو يخاطب المسؤولين في الحكومة ويقول لهم إن المنصب لن يدوم لأي أحد، اتقوا الله في الأيتام وأعطوا إليهم كامل حقوقهم. نستمع وإياكم. لا يستحي ويخاف من الله، شو ما سوى بهالناس هاي السواق؟ لا ما أريده، ثق بذات الله العظيم، هذا الكيس ما دام الواحد، لا للفراعنة ولا للسلاطين كل سلطان كبرى ولا للرؤساء، خلني ولا للرؤساء، كل واحد ياخذ له دوره هذا، بس يبقى وجه الله، بس وي خلي يستحي من الله، خلي يستحي من هاليتامى، والله ما يقعد بهذا الكرسي لا هو ولا ابوه ولا مخلفه، لو ما هالشهداء هاي الطيبه وضحت بدمها وضحت بعوائلها وضحت باطفالها، شوي خلي يستحي من الله، شوي خلي يحيي قصته من الله. فمن لا تستح من الله فاصنع ما شئت. هاي المتوجهة لنا. زين، للمحافظ وللمحافظة والمدير البلدية وكل الحكومة. فمن لا تستح من الله فلا اصنع ما شئت.